يوم القيامة يبعث الإنسان ويجازى على عمله ويدخل أهل الجنة برحمة الله ويدخل أهل النار بعدل الله. وبالنسبة لما يكون يوم القيامة هناك أمور كثيرة تشهد للإنسان أو عليه، منها الجلود والأيدي والأرجل، ولذلك قال الله جل وعلا: وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. المعنى بأن الله جل وعلا يوم القيامة يقول العبد يقول: يا رب لا أرضى شاهد إلا من نفسي، فيختم الله على لسانه فتنطق الأيدي والأرجل والجلود بما كانوا يعملون. ولذلك الله عز وجل يجعل الشاهد من نفس بدن الإنسان، هذا الشاهد الأول. أمر الثاني في قول الله عز وجل: إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها، يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها، يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم. فقال أهل العلم في وجه من أوجه التفسير بأن الأرض تشهد لصاحبها أو عليه يوم القيامة، تشهد له أو عليه. ولذلك يقول الله جل وعلا: فما بكت عليهم السماء والأرض. يقول علي رضي الله عنه: فكأن للسماء بكاء. فهناك موضع في السماء وهناك موضع في الأرض، الموضع اللي في الأرض موضع عبادة الإنسان، فإذا مات انقطع العمل الذي يصعد إلى هذا المكان الذي في السماء. ولذلك هناك شهود يوم القيامة من الإنسان بعدما يختم الله على لسانه فتنطق الأيدي والأرجل والجلود وتشهد. هناك أيضا كتاب ينطق بالحق وهو ما تكتبه الملائكة الذين عن اليمين وعن الشمال يكتبون أعمال الإنسان، عن اليمين يكتب الحسنات واللي عن الشمال يكتب السيئات. وهذه كلها من الأشياء التي تأتي يوم القيامة فتشهد للإنسان أو عليه.